ان شاء الله درس اليوم راح يكون عن كيفيه رسم الباترون الخاص بدبل بريست جاكيت مع كول شال، او بالفرنسي ما يسمى ب جاكيت او فيست كروزي مع كول شال. بالنسبه لي دائما اقوم باستخدام الباترون الانجليزي ماتريك. اولا اقوم بتعيين منتصف الظهر سنتر باك، باك اي الخلف. هنا الامام، منتصف الامام سنتر فرونت. بالنسبة للباترون 49 سنتيم أي الخصر على مستوى الباترون. بالنسبة للخصر مثلا الحقيقي منتصف الخصر قد يكون 48 أي قريب جدا من الصدر، أي فقط سنتيم واحد حق البنسة دارت، يعني يمكن عمل فقط نصف سنتيم على طرفي الجانب للباترون. هنا الحالة يكون الخصر تقريبا مساوي للصدر، أي فقط إزالة نصف سنتيم على طرفي الجانب بهذا الشكل بهذه الطريقة، لأن الخصر أو محيط الخصر تقريبا مساوي لمحيط الصدر. هكذا يصير شكل الباترون عندما يكون الصدر مقارب للخصر. محيط الخصر الخاص به هو 76، لكن في هذا الجاكيت أريد توسيع على مستوى الخصر، راح أقوم بعمل 82. كما تلاحظون الخصر والأوراق دائما نقوم بتغيير المسافات. تقسيم 2 أي 41. 41 راح أقوم بعملية الطرح، أو 42 أريد توسعة أكثر، ناقص 49 ناقص 42، بهذه الطريقة أحصل على قيمة البنسات. يمكن كذلك أن يكون محيط الخصر يساوي 90 تقسيم 2 45، بينما الباترون هو 49 ناقص 45 أي قيمة البنسة هي 4 سنتيمات. يمكن فقط إزالة 4 سنتيمات أو 2 سنتيم على مستوى الخصر في الأمام، أي سنتيم واحد على طرفي هذا الخط. لاحظوا قيمة البنسة في الباترون الحقيقي بالنسبة لي، يمكن أن تتغير قيمة البنسة أو أماكن البنسة حسب كل شخص، تبقى فقط مسألة اختيارية. إذن الباقي هو 2، قمت سابقا بحذف سنتيم واحد على الجانب، أي الباقي هو سنتيم واحد. يمكن وضع سنتيم واحد نصف سنتيم على طرفي هذا الخط بهذا الشكل. بهذه الطريقة تمكنت بتوزيع المسافة الخاصة بالبنسات. على منتصف الظهر أنا هنا في الباترون الخاص بي قمت بالدخول باثنان سنتيم، يمكن ترك منتصف الظهر بهذا الشكل. راح أقوم الآن الاعتماد على هذا الباترون بهذه الطريقة. بنسة الخلف سأقوم بالنزول ب14 والأمام ب12، ثم رسم شكل البنسات بهذه الطريقة. يمكن كذلك للأوراق أن يكون أكبر من قيمة الباترون، سبق لي وشرحت ذلك في درس سابق، لذلك أنا أفضل دائما عمل الجزء السفلي على حدة
منفصل عن الجزء العلوي. الآن سأقوم برسم قصة الأميرة بهذا الشكل ابتداء من خط منتصف الظهر بهذه الطريقة. بالنسبة للأمام على هذا المستوى من هذه النقطة، بهذه الطريقة أتمكن من تحديد قصة الأميرة بكل سهولة. الآن سأقوم بقص الباترون. الآن سأقوم بغلق بانسات الكتف بهذا الشكل وتصريفها بهذه الطريقة. الآن سأقوم بقص بقية الباترون دائما حتى لا يقع اختلاط تسمية الباترون. الأمام واحد والأمام اثنان، كذلك بالنسبة للخلف. بالنسبة للباترون الإنجليزي عندي هنا بانسات الكتف على مستوى الخلف، سأقوم بحذفها بهذا الشكل على مستوى الكتف، أي قيمة البانسة هو سنتيم واحد. سأقوم بحذف هذا الجزء. نفس قيمة البنسة، لم تعد لدي بنسة الكتف. الآن سأقوم بقص الباترون. الأمام والخلف صار جاهز. سأقوم بأخذ ورق باترون جديد لأني أريد عمل دبل بريست أو كوازي. سأقوم بإضافة نفس قيمة الباترون بهذا الشكل بهذه الطريقة، وترك مسافة في الأعلى لرسم كول شال. سأقوم بتثبيت بالدبابيس بهذا الشكل. نفس القيمة بهذه الطريقة، راح أقوم برسم خط مستقيم بالنسبة لمكان بداية الكول أو الزر الأول، سيكون ما بين الصدر والخصر أي المنتصف بهذا الشكل. راح أقوم برسم خط الكتف بهذا الشكل على مستوى الرقبة. ثم راح أقوم بتحديد 2 سنتيم، ثم إيصال هذه النقطة بمكان أول زر بهذا الشكل. مكان التقاء الرقبة بالخط راح أقوم بالنزول ب2 سنتيم، ثم النزول كذلك ب2 سنتيم بهذا الشكل، ثم رسم خط بهذه الطريقة. هذه نفس خطوات الكول تايير. راح أقوم بحساب 2 سنتيم بهذا الشكل. راح أقوم بإطالة هذا الخط بهذا الشكل. يمكن عمل كول تايير بهذه الطريقة. راح أقوم بإيصال هذه النقط ورسم الخط بهذا الشكل. هنا يجب إضافة ورق باترون جديد حتى أتمكن من حساب الرقبة الخاصة بالخلف.
أقوم بحساب الرقبة بهذه الطريقة، ثم راح أقوم بإضافة نصف سنتيم بهذا الشكل. ثم ابتداء من هذه النقطة باستخدام البيكار راح أقوم بتحديد نفس المسافة. ثم حساب 2 سنتيم ورسم خط جديد بهذا الشكل. هذا الخط راح أقوم برسم زاوية قائمة بهذا الشكل، وهنا راح يمثل لي أو سيكون طول الكول بالنسبة لي كحد أقصى هو 10 سنتيمات. بالكاف راح أقوم برسم شكل منحنى كول شال. بهذا الشكل راح أقوم بقص الباترون. هذه المسافة الخاصة بالخلف مساوية للرقبة. القطعة الخاصة بالباترون صارت جاهزة. الآن سأقوم بتركيب الباترون على المانكا حتى أعطيكم الشكل النهائي للباترون. وهكذا يصير الشكل النهائي لهذا الجاكيت أو الفيست.